عيادة المشاهير مع مراد العشابي. معي اليوم كيم كارديشيان المغرب او الشيخة تراكس، مرحبا بك. الله يطول عمرك. صحيحه مزيان الحمد لله. الى قارناك بها؟ لا ما تقارني اخويا مع حتى واحد، الله يرحم لك الوالدين. نعم انت الشيخة تراكس، كله ثقافته كله وعقله كله. نعم انت عندك عقليه في شكل، وهي عندك؟ لا ماشي انا عندي عقليه، لا تقارني مع شي حد، خصنا نكونوا بجوجنا في نفس الـ في نفس الـ في نفس البلاصه. نقدروا نعرفوا الحاله النفسيه ديالك دابا؟ مستقرة. مستقرة. طونسيو طالع ولا هابط؟ الله أعلم ما عبرتوش. عمرك درتي البنج؟ سي درتو. تبنجتي؟ شحال من عملية جراحية درتي؟ شي جوج واقيلا. صعاب عاديين بالطبيعة؟ كون كانت سهلة ما غاديش ينعس، وكيفتحوا لك كنت حاد لعينيك. نعم إذا القضية مرونة. درتي عملية جميل؟ درتي عملية جميل؟ جميل؟ نعم. فين علاش ندير تجميل؟ مادام تبنجتي إذا جملتي. تتخسر شي حاجه عاد نمشي نصوبها. تتخسر؟ تخسر شي حاجه ولا تعواج شي حاجه ولا المهم شي حاجه هكا. كيفاش تخسر؟ حنا باش نصوبوا الفيسا غتخسر لينا. ايوا على دول اللي كيزنوا يصوبوا دابا، كتكون شي حاجه خاسره فيهم كينو دوك يصوبوها. ولكن كاين اللي كتقادني في هاكي، اللي كتصوب رجل هاكي، اللي كل واحد ويا سوقهم هذاك. انا ماشي شغلي، انا تهضر لك على راسي، لا تبقاش تقول لي كاينه اللي كاينه ما اللي ما اللي ما شغليش. نكملوا. الوزن ديالك في الساحه الفنيه معروف، انت تعرفتي في واحد المده قصيره جدا. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، هذا من فضل الله سبحانه. نعم درتي بوم قرقله في كل شيء، ولا كيهضر على الشيخه تراكس لدرجه انك شي شيخات كانوا قبل منك راه جالسين دابا وانت خدامه. لا شوف ما غاديش نقولوا كانوا قبل مني ولا، كل واحد كيدوز وقيتو. راه عايش معليش عالتيها ملي كتقاده كتذوب، واش غتعاود ثاني تشعلها غتضوي لك كيف ما شعلتها؟ زعما بغيتي تقول لي انت زعما شميعه؟ لا ماشي انا شميعه، ما عرفتش كي نقول. اي حاجه كتدوز وقتها، يقدر هذا الكرسي هذا غتوصل عليه واحد الوقيته غيتهرس غيتوسخ غيتشنتف ما تبقاش تقدر تجلس عليه. نعم فهمتي انت كل حاجه كتدوز وقتها. وقتاش غتجلسي على الكرسي وترتاحي من الفن؟ ما ناوياش زعما. وين دابا كيفاش ما ناوياش اصاحبي؟ انت كتدخل في علم الغيب دابا ماشي. لا فكره ما كايناش. ما الله اعلم، ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. نعم الحاله الصحيه ديالك مزيانه؟ اللهم لك الحمد. ما كتعانيش من فقر الدم؟ التنفس عندك عالي؟ ترخي مزيان؟ شهيق؟ سفير؟ تنفسي مزيان؟ كتحسي براسك مرتاحه؟ الحمد لله. نبداو؟ شحال الوزن ديالك؟ ما شحال هذه ما تعبرتش تقريبا. ما نقدرش نقول لك. تقدري تدخلي معايا في واحد التحدي ونعبروك؟ ندخل معاك. شوفي وقولي لي. هو ما تشوفش انت، خلي لي انا نشوف. نعم عندك يتهرس لينا الميزان، عندنا هو كنخدموا به مع ممثلين اخرين. صافي شفت. شحال؟ 90. شفتي غير بوحدك؟ بيناتنا الله. بيناتنا الله. شحال؟ 90. 90 يعني هاي باش ما نكونش كذاب. 94. انت فرمليه؟ فرمليه. نعم درتي بزاف ديال المهن، درتي الميناج، درتي الفندقه والسياحه، عندك ديبلوم في الفندقه والسياحه. عندي ديبلومات. الفندقه والسياحه. تا شي حاجه ما خدمتي بهذا الشيء اللي قريتي؟ هذا الشيء اللي مكتب لي الله انا يا غاديه فيه. نعم انت قلتي دابا درت بزاف ديال الحوايج. نعم وتا شي حاجه ما تا شي حاجه ما عطاتك، ولكن فين ولكن الغنى عطاك. الحمد لله. تا شي يخت عطاك. اللهم لك الحمد والشكر. نعم هي شطحه كنتي كديريها سميتها التراكس. على التراكس شطحت نتايا، ولكن كديري واحد الشطحه غريبه تما لاحوا عليك شي خط. ما كيقلقك انت واحد يقول لك التراكس؟ لا لا بالعكس، اللهم لك الحمد دارت بعز زوين. خدامه بها، اللهم لك الحمد. على شنو الفرق بين التشيخ قبل ودابا؟ ما كتبانيش انكم انتم هذا الجيل دابا ميعتوا التشيخ؟ شنو هو ميعتوا التشيخ؟ ميعنا شنو هي ميعنا؟ ميعتوا بانك القيمه ديال الشيخه قبل ماشي هي القيمه ديال دابا. راه بزاف ديال المهن مياعو مياعو، بزاف ديال الحوايج. بغيتي ديك مياعو بحال تقولي مياعو مياعو؟ كيفاش مياعو؟ حيت خرجتيها بحال اللي بغيتي تقولي مياعو. راه انت قلتي هذا ميعتي، ما فهمتش انا ميعتي بمعنى الشيخه. قبل كانت شيخه يا شيخه، دابا ولات شويخات.
صغيورين. كيفاش ولات شويخات؟ ما بقيتوش شيخات ديال بصح ملي كتدخل الحمداويه ومني كتدخل شوف هذيك فاطمه بنت الحسين ماشي ملي كتدخل الطاكس صاحبي. كل وقت ووقتها كل وقت ووقتها كل وقت ووقتها وكل وقت وناسها. واخا شكون اللي دابا كيتصنط لشي شيخات ولا شكون اللي دابا ولاو باغيين غير السبان والمعيار في الغناء ومهم زيد كمل من عندك والسراول طايحين. شكون واش عرفتي انت من قبل شكون اللي كان دابا كتدق على الرابطه؟ لا ما تندق على حتى شي واحد. السراول طايحين دابا كتلقاه ما لا رابور لا حتى شي حاجه وغادي وسروالو طايح ودير داكشي بحال هكا وتخربيق. وهذا تبقاش تقول لي من قبل كان واحد لافالور كبير عند الشيخه. علاش؟ حيت كانوا كيتصنتوا ليها القياد، كانوا كيتصنتوا ليها بزاف ديال الناس عندهم واحد فخامه وتكشيطه كيديره. قبل كانت شيخه يا شيخه، العامل جالس هنا، الباشا جالس هنا، ماشي شي شويخات صغيورين جايه دابا لابسه ليا كسيوه بحال لي عروسه. هاد الكسيوه دايره ب 4500 درهم غير باش تعرف، وخديتها خصيصا باش نجي نحضر معك بها لهذا البرنامج هذا. الله يكبر بك. كنت غنلبس تكشيطه ولكن لا قلت ما نبقاش زعما غير في البلدي. انت شيخه مودرن. ايوه عطيتي واحد اللمسه خاصه. الحمد لله. انت من الشيخات اللي عندهم كارير كبير. اللهم لك الحمد. شنو هو الكارير ديالك؟ كيفاش شنو هو الكارير ديالك؟ يعني اش دوزتي؟ هادشي اللي تتشوف دابا. اش كنشوف؟ كيفاش صوبتي الكارير ديالك انت ملي بديتي حتى لدابا؟ صوبته برضات الوالدين وبالنيه وبصفه الشرب. نعم هذا الكارير هذا اللي دمرتي عليه بزاف واحد المده قليله. الحمد لله ماشي نقول لك دمرت عليه بزاف. هاد الكارير هذه بالخصوص ماشي نقول لك دمرت عليها بزاف، ولكن شوف كما قلت لك صفه الشرب وسير بالنيه. فاش كنكونو كنبغيو واحد الحاجه وتنحماقوا عليها ربي كيجيبها حتى لعندك، ولكن تمشي بالنيه. كيقول لك دير النيه وسير مع الحيه. انت مع النيه ولا مع الحيه؟ لا مع النيه. نعم شيخه الطراكس ضفات واحد اللمسه خاصه للتشيخات بالشكل ديالها بداك الشطيح ديالها اللي ما كانش قبل. واش هذاك الشطيح اللي كان؟ علاش ما كانت؟ ما تعصبنيش الله يرحم لك الوالدين باش نبقى انا وياك زوينين كنهضر معاك بالمعقول. ما كانت فلاش. كيفاش ما كانش قبل؟ واش انت مريض؟ اش ما كانش قبل؟ شنو اللي ما كانش قبل؟ قول قبل ما كانوش التليفونات، داكشي اللي كان قبلها كاع ما كاين دابا. لا سمحي لي. لا سمح لي هو انت. لا انت اللي سمح لي. انا بعدا ما عمرني شفت شيخه بحالك. وما عمرك ما غتشوفها. عرفتي شي تني كطلعي لاسين؟ راه كترونيها. واش كان شي شيخه قبل بحالك؟ كانوا انت اللي حقا انت كتشطحي ولا كديري ولا كتفعلي سي كانوا. انت شيخه مثيره. قبل ما كانوش شيخات مثيرات. لا خويا كانوا. علاش اللي ما كانوش؟ وكانوا زين مني وكانوا احسن مني وفين بان انا. ما كانوش التليفونات، ما كانتش الميوعه في لي ريزو سوسيو بحال كي كاينه دابا. دابا ولاو الصحافه كيشد بونجا كيخشي فيها، كيشد عصا كيخشي فيها بونجا كيجي كيقول لك انا صحافي. كاينه شي وحده ماشي شيخه وكتقول لك انا شيخه. ودبر راسك احنا مالنا صاحبي. ولكن الانتقادات اللي كتوجه لك بانك انت ما حافظتيش على الهيبه ديال التشيخات، هادشي اللي بغيت نقول لك. علاش ما حافظتش على الهيبه ديال التشيخات؟ مالي اش درت؟ اش درت؟ الشيخات كانوا كيشطحوا انا كنشطح، كانوا كيجذبوا كنجذب، كانوا كيغنيوا انا كنغني. اش درت؟ شنو درت؟ درتي شويه الاثاره. كيفاش الاثاره؟ زدتي مليحه شويه. لا اش من شناهي هاد المليحه؟ الفورمه ديالك لا تستدعي انك تشطحي داك الشطيح مثلا. كديري شي شطيح اللي هو يثير الناس اللي حاضرين. شطيح عندك الا كتنوضي تشطحي راه الارض كتزعزع، راه طيح اكثر من نايض. يثير المكبوتين. نعم يثير اللي ما عندهم ما يدار. تسمحي لي ندير واحد وخليني نكمل. علاش تقاطعني؟ كتشعلني وملي كنبدا نهضر كتقولي لا سمحي لي. نعم تفضلي تفضلي تفضلي. كيثير هاد الناس هادو. اما الناس اللي كيشوفوك كفنان ولا كشيخه ولا ك ك ك كمطرب ولا سميه كما بغيتي تسميه. لا اش ظهر لك؟ بغيتي نهضر؟ تفضلي. مال هاد الفيديو؟ الشيخه القديمه ما كانتش بحال هكا. واش كانت؟ علاش الشيخه كانت بحال هكا القديمه؟ هاد توتيرين اشنو توتيرين؟ اش ترت؟ اشنو ترت؟ ترت؟ ما فهمتش شنو هي ترت. واش تصور لغه بوحدك؟ قلتي توتيرينا. نعم بمعنى معيقه بزاف. كيفاش معيقه؟ الشطيح ديالك. كيفاش الشطيح؟ وكنشطح كاع كيشطحوا كاع الناس. باش بغيتيني نشطح؟ باش نشطح بالنسبه لك هادشي عادي؟ نشطح بدفاري باش غنشطح؟
كل شيء كيحزم وكيشطح ووارع عليه. بالنسبة لك انتي عادي. عادي. قلت لي عندك فيديوهات كتر من هاد الشيء. ويا صاحبي ويا قلت لك جاب الله كي الله وجاب الله ما كاينش تليفونات صاحبي. ما كرا ما كرا احنا كنحشموا على داك الشيء اللي كان من قبل. شكون هي الشيخه اللي مات الاعلى ديالك انت كتبغي تكوني بحالها؟ كله ما نقدرش نقول لك كله. انا كنشوف شي شيخه كنبقى حاله في امي وما كرهتش ماشي ما كرهتش غنديرها غنمشي نديرها بغيت نمشي نصاوب سنان ديال الدار. لا حول ولا قوه الا بالله. ندير سنان صفرين كلهم صفرين. راه غتبان لي بحال شي فيترينا ديال شي ذهبي. وانت مالك غتخلصهم ليا انت وكيطلعوا غاليين. شوف بكثره حبي للشيخات والله كنشوف داكشي اللي زعما اللي كانوا هما كيجويو النيبان ولا كانوا كيجويو غير ثلاثه هكا ولا نعم. انت غديري شحال من ناب؟ المهم باقي ما عرفتش غنشوف. انت من الفنانات اللي ربما دخلوا في منافسه مع فنانين اخرين وبزاف الشيخات او فنانات خرجوا ضدك، واش كتعتبري هذا الشيء حسد ام اعداء النجاح ام بغاو يديروا لك العصا في الرويضه؟ ما نهضرش على وحده وما نعطيهاش ما نضيعش عليها الهضره اللي كتنوض كتهضر في مراه بحالها بحالها. لا ما تهضريش ما تهضريش سيختو انت معايا في الدومين. لا بالعكس خصني نهضر عليك واخا نكون ما كنحملكش نهضر عليك زوين حيت داكشي اللي كديري انتيا كنديرو حتى انا وداكشي اللي مخرجك انتيا راه مخرجني حتى انا. لا بالعكس ما تهضري فيا ما نهضر فيك. سيري خدمي على راسك وعري. ها اش بغيتي تقولي؟ لا زعما ديري زعما عري على وجهك زعما وسيري انت خدمي ودمري الله يسهل عليك ما تهضري فيا ما نهضر فيك ما حتى شي حاجه. انت من الفنانات اللي صاروا جدل ونستأذنك ما تكعي ما والو بغيت نسولك واحد السؤال اللي هو شويه يقدر يقلقك. اجدك اجدك تمشي للزين. واش حنا كندوي في معقول انت كتقول لي اجدك شيك زين انت راك مروناها. اجداني اش اجدك تمشي للدين؟ كيفاش اجداني نمشي للدين؟ بمعنى انت انتما مراد ولا كتفلاو علينا كتعيريني في وجهي يا شيخ الطراكس في وجهك كيفاش حنا دابا حنا مراد؟ لا لا بلاتي كيفاش جدك تمشي للدين؟ واش انت شويه واش انت داعيه؟ كيفاش انا داعيه؟ كيفاش جداني يمشي للدين على انا ماشي مسلمه؟ علاش انت داعيه؟ دابا جاوبني على السؤال انا ماشي مسلمه كيفاش جدك؟ لا حتى شي واحد ما حيد عليك هذا الشيء اللي كتقولي ولكن انت وليتي كتهضري في الدين وكديري دروس في الدين. لا خويا ما هضرتش انا في الدين وانت ما عارف. والله يهديك ندير فيديو. لا ما ديرش الفيديو انا نقول لك الفيديو اللي بغيتي تجبد هو ديال ابن تيميه ياك؟ لا واخا جبد اخويا هذا الفيديو وهذيك الفاسقه ملي ماتت الحريه اللي غسلوها قال كيفاش دخلوا الناس هذيك لا شومبر اللي كانت فيها كيسمو فيها غير ريحه الطيب وريحه العود وريحه الفخر والسيده ما كايناش هي كانت فاسقه. قال لك الكريم حبيب الله ولو كان ما كايناش في الحديث ما كايناش الكريم حبيب الله ولو كان فاسقا. ها والطاجين ما الطاجين هذه هاد الاستوار هذه عاودتها لي جدايا وجدايا دابا عندها 92 عام. كانت شيخه؟ لا ما كانتش شيخه لا حتى واحد حنا في دارنا بعدا ما عنده علاقه. انا اللي خرجت باش نشرح لك. انت اللي خرجتي شيخه زعما ماشي شي حاجه عيب بالنسبه لك انت عادي؟ عادي نعم عادي. قلت لك حنا ماش ندخلوا في قدر الله ربي مكتب لي انا كل طريفه الخبز هكا. نعم نعم علم شي حاجه جايه شي حاجه نعم. في المستقبل حتى واحد ما كيعرفها الله سبحانه وتعالى. من وراها درتي مسابقه في الدين؟ ماشي في الدين نعم ماشي في الدين. هذيك المسابقه كنت درتها في رمضان هذيك ثقافه عامه والثقافه نعم. عامه كيكون فيها السؤال الديني والسؤال الرياضي والسؤال الفني. كنا غير حيدتي السؤال الديني. علاش اخويا نحيد السؤال الديني؟ دابا انت يا بمخك غنسولوك دابا نقول لك شكون هو شيخ الاسلام تقول لي راه ما عرفتوش. نعم. ها وبهذاك الغلط راه قال لك من الاخطاء نستفيد نعم. وبهذاك الغلط اللي غلط انا شحال دابا ولا عارفه شحال من واحد لو كان ما هضرناش عليه ولو كان ما وقعش داك الخطا ما كانوش بزاف ديال الناس غيعرفوا شكون هو شيخ الاسلام. ما تقولش لي محتاج ليك ولا ما حتى واحد ما محتاج لاخر حتى شي واحد ما محتاج لاخر. انت كتقارني راسك؟ انا بغيت نقول ماشي كنقارن راسي وما تبقاش تدخل الشقاقه صاحبي ما تقولنيش اللي ما قلتوش. انا ماشي قلت لك اشهرت ولا لا لو كان ما وقعش هذا الغلط لو كان ما وقعش هذا الخطا واش الناس اركان الاسلام ما عارفينهمش عاد يعرفوا لك ابن تيميه؟ الله يهديك يا صاحبي نهضروا في الواقع شويه.
ولكن انا باش عجبتيني درتي ضجه عالميه ايوا الحمد لله. واش فراسك بان جميع القنوات واش باش تعرف حنا ما مزيانينش؟ باش تعرف حنا ما مزيانينش كتوصل على الحاجه الخايبه كتشوه غير الحاجه الخايبه والحاجه الزينه ما تتوصلش وما كيتهدرش عليها وما تتقالش. شيخة تراكس قررت هذا العام أن تنظم مسابقة دينية عبر حساباتها على قناتها بيوتيوب، لكن سؤالاً من هذه الأسئلة تسبب لها في موجة كبيرة من السخرية الممزوجة بالانتقاد. ملي وليو ناس برانيين كيهضروا علينا زوين وكيقول لك حقر المسابقة بسيطة ومسكينة ورا ما دارت والو هذا وكذا وتسبب لها في السخرية. حنايا المغاربة بحالنا بحالهم كيسخروا منا وكيعقبوا لا وما خصهاش وكذا وينوضوا ناس برانيين يقولوا في حقنا كلام زوين حشومه. راك شوهتينا مع البراني. علاش شوهتكم؟ شوهتينا مع البراني ولينا ضحكه. هما قال لك المسابقه بسيطه وكيهضروا عليها زوين وقال لك حقه وغلطات وهذا والعلماء جالسين وانت كدوي مالين الدين الحقيقيين ساكتين وانت دايره مسابقه في الدين. عادي ما فات حتى شي مشكل. كانت الكورونا ما عرفناك شيخه ما عرفناك مغنيه. اسمعوا ولا غنطرطقوا ما عرفناك مغنيه. كاع هادشي اللي بغيت تبدا انت تدير ليا انا كاملة. اش بغيتي ندير لك انا؟ غير كنقول لك اش ما درتي. لا ما تنهضر انا هكاك. لا تتهضري بالمراكشيه مره تتخرج لي. جيتي تجي كيتا ياك ما جيتي راكبه على الموتور راك شوهتينا مع البراني. نجبد لك قنوات اخرين. انا بغيتك تشهري بشي حاجه زوينه بالفن ديالك ونكون كنفتخر بك ولكن تشهرتي بك. كانت كورونا صاحبي ما كانت لا خدمه لا تنزه. كاين ما يدار قلتي ارا كاين ما يدار راه نفوجوا على بعضياتنا. هي ما فيها حتى شي حاجه. نعم الواحد هو اللي يبدع الواحد هو اللي يخرج واحد الحاجه في ما كاينه خدمه ما كاين فين تخرج ما كاين كيقول لك دخل مع السته وسد عليك وتسعود ما تلقاكش في الزنقه نبقاو حنا قاعدين حنا دجاج واش انت حمق. الحاجه الوحيده اللي فيك زوينه بانك فنانه مجتهده لدرجه انك كل مره كديري شكل في الشطحات ديالك فين ما كتمشي شي عرس كترونيها. انا شفتك شخصيا في واحد العرس راه السيد خلى مراته ناض كيشطح معاك. فين هو المشكل؟ انت شيخه غاليه. غاليه يعني كتخدمي بواحد الثمن غالي. راه قلت لك صاحبي كاين اللي خدمناه فابور ما نقدرش نقول لك حتى شي حاجه على حساب راه على حساب الناس. نعم كاين اللي كيقول لك انا كنحماق عليك ولكن انا ما عنديش. كتجي عنده؟ بيان سور نجي عنده. انت قلتي في التصريحات ديالك بانك انت تقدري تعري ماشي مشكل غير ما يتوشيك حتى شي واحد. ما يقيسني حتى حد. الا رشقات لي نتعرى حتى واحد ماشي شغله. نعم شنو نوع العرى مثلا؟ ماشي شغلك. مايو ما سوقكش. واش هاد التصريحات اللي كتقولي كنتي في حاله طبيعيه ولا كتدخلي وتخرجي في هضره؟ لا ما كنخرجش ندخل ما عمرني ما دخلت وخرجت في الهضره. نعم انت عندك موقف ثابت. السؤال اللي محيرني ومطير النوم من عيني واش تقدري؟ عجبتني هذا مطير النوم من عينك. واش تقدري تفتحي لي قلبك؟ دابا انا شاده الطريق من مراكش وجايه حتى لهنا هذا الشيء كله ما فاتحش لي قلبك. لا هذه الفقره بغيتك تفتحي لي قلبك بصح. مستعده؟ هي الطفولة ديالك كانت عادية؟ شي هادشي اللي أنا فيه كانت من أحسن الحوايج في حياتي هي ديك البيريود ديال الطفولة. سيداس الطفولة زوينة وزوينة بزاف. الله يرحم المرحوم والله يطول في عمر ماما. كيفاش كان باباك كيتعامل معك؟ واخا نبقى نعاود لك من دابا حتى العام الجاي ما عمرني ما غادي نوصلك للحقيقه. ما عمرو ما ضربنا. مازال ماما كانت كتضربنا هو ما عمرو ما ضربنا. وشي مرات كانت كتجي ماما لا درنا شي حاجه كانت كتجي تبغي تضربنا وكان هو كيقول لها لا ما لا. معزه وحسبها كيما بغيتي معزه بيان سور المعزه. نعم ما عمرو ضربك بمعنى انه هو اب يعني كيتعامل باللطف بالجهد لواحد الدرجه ما تطيحش لك على بالك. نعطيك غير اكزامبل كتمشي مثلا غير المدرسه كتلقى فلانه جايبها باها ولا كنخرجوا كتلقى هذه معاها باها وانت ما بيان سور بدل.
بزاف الناس كينتقدوك انت لا شوف الا كان غير في التليفون وفي لي كومونتير ينتقد كيما بغى ينتقد كيما بغى ويكتب اللي عجبو ويقول اللي عجبو ولكن نهار نتلاقى معاه يقول شي حاجه هكا ولا هكا ولا هذه ولا هذه دبر راسه اش غديري والله اعلم داكشي اللي غندير مايش نقولو لك مثلا جا عندك شي واحد وقال لك انت ميعة غنصيفط مو يغرز اش يغرز يغرز شي جبهته ولا شي حاجه ولا الله اعلم ما عرفتش نعم يعني رياكسيون ديالك كتكون كبيره ما عرفتش على حساب انا ما عارفاش انا ما عارفاش انا كنطلب غير واحد الحاجه كي انا ما كنعممش بيان سور ما كنهضرش على كل شيء حيت كاينين الناس اللي ترفع لهم القبعه بالاداب وبالصواب وا 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 انا غير تنقول لك زعما اللي مادام انا محترمه كل شيء الا وخص كل شيء يحترمني هذا الشيء اللي بغيت نوصل لك انت كتأمني بالسحر والشعوذة بطبيعة الحال وعندك دوسي خايف في السحر والشعوذة وبالعين ندوزو للسحر والشعوذة ولا ندوزو للفيديو ندوز ليهم بجوج الشيخة تراكس نسمعك هذا الفيديو ومن بعد نكمله انا رجعي ماشي من جاي 15 الشيخة تراكس الله يسأل الشيخة تراكس اخوي امنا بالله وما جابوش هنا الشيخة تراكس سبباش الله ما عرفنا السبب بالله شنو التعليق ديالك كل شيء كنقدروا نشريوه وكل شيء كنقدروا نجيبوه وتصاوبوه الا حب الناس ما تقدرش تصاوبوه ما تقدرش علاش ما جابوش هما الشيخه تراكس بغينا نفهموا حتى حنا كنتمنى هاد الحاجه هادي ما تعاودش هو الناس المسؤولين الناس ديال المهرجانات الناس ديال لي سواري الناس ديال الحفلات الناس ديال لي غالا الناس 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 بزاف د الحوايج ما يبقاوش يكذبوا على الناس انا ما كان في راسي والو حتى انا كنتفاجئ بهذا الشيء هذا ما كان في خباري حتى شي حاجه باش يجمعوا الناس وباش يحضروا ليهم الناس قال لهم لا حكا راه غنجيبوا لكم فلانه هادشي اللي كديري فيه انت بصراحه حلال ولا حرام ايوا في نظرك هذا انا غير كنسول علاش مشيتي غير لهذا الكوطي هذا ديال هادشي اللي كندير فيه واش حلال ولا حرام بزاف د الحوايج كنديروهم حرام تبان لك هادشي انت بمخك كدير شي حوايج حرام واخا انا نمشي نقعد تصرف عليا تهزني يا جوب نعم غتهزني لا انا ما نقدرش نهزك اختي قولي لي الشيخة تراكس انت كتلوحي صور كذلك مثيره من غير فيديوهات كيفاش صور مثيره اش من صور مثيره خويا وفين هو المشكل ما نتصورش لا ولكن تصوري تصويرات زوينين ما تعرفيش ديري شي تصويره اون فاس ايوا على حساب تي ضروري تصوري جن لا ماشي ضروري نوريك شي تصاور ديالك مثلا لا ولا مشكل دابا جاوبني واش تجلس انت تديرها ولا لا ما كنت انا ما تلبشت انا الكولون ايوا حيت انت راجل كون كنتي مراه نعم شوف اللي عنده ما يعري كيعريه شكون اللي ما كيعريش هو اللي ما عنده ما يعري سمعتيني واللي ما عنده ما يعري راه مكمش ولابس جين بحال الجين ديالك وكيقول لك لا حكا انا نعري وتبغي نلبس لك كمل بمعنى ان انت عندك ما تعري كتعري خويا كنعيش الحياه كنلبس بغيت انا ندير كل شيء بغيت نشبع من كل شيء ماشي تنشرف وندير الضحك في راسي نفرقوا على الرمانة نفرقوا تدلاها ماشي على الرمانة واش تقدري توسعي قشابتك معايا راه قشابتي ماشي غير واسعة قشابتي راه معرية مادام جيت لعندك وجالسة قدامك وتنهضر معاك إلا وقشابتي ماشي واسعة شي حاجة ما ليهاش الحدود كاع سؤال الأول ما تقلقي عليا ما والو تا قول اصاحبي عصبتينا قول شنو هو اكبر كاشي خديتيه في العرس كاشي نعم فابور والغرامه انت غادي خدام فابور ما فابور شي يكفيني هذا اللي قلت لك عليه فابور
العروسه ما فراسهاش واش انا جايه، والعروسه يتيمه من جويه بجوج، من لمات ومن لبات. تصور العروسه جالسه لابسه وبحال هكا، فاش شميت انا داخله والله يدي. واش تقدري تجاوبي جواد قنانه على الفيديو اللي دار عليك؟ اين الفيديو؟ كينتقدك بشده وكيقول لك دخلي سوق راسك، اجداك لشي دين وشي بنو تيميه. ما شفتش انا هادشي. وعلى فكره جواد قنانه صاحبي كنت هضرو في التليفون دائما، كنت عاودو كنجمعو كل شيء. ما عرفتش انا هادشي اللي قلتي انت ما شفتوش انا، والله ما شفتو. وعادي ماشي مشكل عادي. بنادم ملي ما كيبقاوش بزاف الناس كيهضروا عليه، كاينو ضيعير شي واحد باش حتى هما يبداو يهضروا عليه. الا تنسى مره ما فيها باس يعير شي واحد اخر باش يبداو يدويو عليه. شنو هو أسوأ يوم في حياة شيخة طراكس؟ هو هذا اليوم هذا اللي جيتيني انت فيه. الا قلت لك بدري منصور. وي يا اختي على الزين حماق. تثبتي راه كنصوروا تتصادر جالس معك في قهوه. كيفاش يمويني على الزين؟ لا زعما عزيز عليا بكثرة، زعما ما عزيز عليا والله. شكون هذا الشطحي؟ ويلي على الزين وين؟ ترى كاميرا دايرين بك كل، كيفاش ويلي على الزين؟ كي عزيز عليا زعما، عزيز عليا وصاحبي وتبارك الله عليه، وكيعجبني داكشي اللي كيدير. اش كيدير؟ كيشطح. اش كيدير؟ انت اللي جابدو ما عارفوش اش تيدير صاحبي. حيت قلتي داكشي اللي كيدير هو ممثل. واش قلت لك انا؟ قلت لك كيبيع جافيل، راه عرفناه ممثل. دابا حليها قدام الجمهور نشوفوا رمانتك كي دايره. رمانتي على مزيناتها. نقدروا نشوفوها؟ تفضلي. هي رمانه كبيره. نعم. شرحي لنا كي خرجت رمانتك. على مزيناتها، حمراء وزوين ومفخفخه وغليظه بحال مولاتها. ذوقك. شيخة طراكس، شنو هو السؤال اللي تبغي نحيدوه في المونتاج وما يدوش؟ نتحيد والو والله، ولقى شي حاجه ما كايناش. بغيت نوريك واحد الرمان عمرك ما شتيها. شنو رمانتك؟ صافي اللي عطى الله عطاه. كلمه اخيره. شكرا بعدا بزاف. كنبغي نشكر الناس زعما اللي ما كيبانوش معانا، وشكرا لك حتى انت. كانت معكم شيخة طراكس، السلام عليكم.